تدريجيا ينخفض صوت المحرك الرئيسي لهذه الماكينة التي لم تكن تهدأ أو يتراجع ضجيجها خلال السنوات السابقة. انعكست حالة الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي هذه السنة على كل شيء في البلاد، بما فيها عمال هذه المنشأة في محافظة الحديدة، إذ لم يعد أحد بعيدا عن الضرر المباشر وغير المباشر لسوء الأوضاع المعيشية. فملاك مصانع أحجار البناء والتشييد أو ما يعرف بالبلوك والطوب، وأيضا العاملون في هذه المهن، صاروا في مرمى شبح البطالة وعرضة لخسارة أعمالهم ولو كانت شاقة، إلا أنهم في ظلها ما يزالون يشعرون بشيء من الطمأنينة. أول كان الشغل مستمر دائما، تشتغل يوميا والحمد لله، بس هذه الأيام الشغل مرة صعب، فيما تحصل يعني بالشهر يوم نص يوم ما يغطيك حتى مصروف اليوم، بس الحمد لله يعني لو خفت هذه الحروب وهدأت الأوضاع ممكن الأمور تتحسن. هذا واحد من المصانع التي ما تزال واقفة تحاول الاستمرار بتنفيذ أعمالها رغم قسوة الظروف وشدة الحرارة، لكن الصراع من أجل البقاء صار قدر اليمنيين المحتوم. منذ سيطرة الحوثيين على هذه المحافظة غربي البلاد توقفت أعمال البناء على نحو كبير، وصار الكثير من العمال يفقدون كل يوم أملهم في الحصول على لقمة عيش كريمة في ظل التدهور القائم الذي تسببت به الحرب.